في أحد المنازل بمحافظة الزرقاء وبالتحديد في حي الحسين سقط سقف منزل على رؤوس ساكنيه وهم عائلة مكونة من 6 أفراد بينما كانوا مجتمعين يتناولون العشاء ما أدى إلى إصابة جميع أفراد العائلة وتم نقلهم إلى المستشفى عن طريق رجال دفاع مدني الزرقاء. هم قاعدون جنب أمي وفجأة وقع السقف علينا. بعدين ما بعرف شو صار. يعني بعد ما وقع السقف أنت أغمى عليه؟ نعم. ومين اللي تم نقلك من قبل الدفاع المدني وإسعافكم؟ الإسعاف والدفاع المدني. ودونا على المستشفى. الحقيقة الدولية تواجدت في المنزل الذي يعود للمواطن خالد أبو العبد وعرضت مشكلة هذه العائلة حيث أكد رب الأسرة أنه تلقى بلاغ من المركز الأمني بإخلاء البيت بعد سقوط سقفه حفاظا على سلامة الأسرة وإن أسرته لجأت إلى سطح المنزل للنوم عليه. المواطن أبو العبد لا يملك كلفة ترميم بقايا منزله وطرق أبواب محافظة الزرقاء ووزارة التنمية الاجتماعية دون أن يتلقى ردا يغيث الأسرة المنكوبة المعرضة لنكبة أخرى بسبب المنزل الآيل للسقوط. أبو العبد يعيش الآن وأسرته على سطح منزل معرض للسقوط في أي لحظة ويأمل من الجهة المعنية القيام بواجبها ومد يد العون والمساعدة له خوفا أن يقع المحظور. احنا كنا قاعدين هون فجأة ما شفنا وانه السقف نازل علينا، رحنا على المستشفى بعد ما جاء الدفاع المدني اخذونا على المستشفى واحنا راجعين وقعت الشقة الثانية. بعد يومين وقع الحمام. واول امبارح راجعتوا المسؤولين في مين الدوائر راجعتوها؟ راجعنا المحافظة والسلام العامة، اخذنا كتاب من السلام العامة ودونا على التلمية. التلمية قالوا يا عمي احنا ما بنتعرفش عليكم. ولا يعني شو السبب ما متعرف عليه؟ السبب قالوا انه ما يعني عشان البيت مش باسمك. باسم مين البيت؟ باسم امي. امك متوفية. يعني انت ساكن بالبيت؟ انا ساكن في البيت اللي فيه امي كانت متوفية. شو بتشتغل انت؟ والله هسه حاليا قاعد، كنت اشتغل على تاكسي. كم عدد المصابين اللي اصيبوا بهذا يعني؟ حوالي 5 أشخاص. انا ونسيبي وبنتي وابن اخوي ومرت اخوي. يعني شو طلبوا منكم؟ اخلاء المنزل يعني؟ الشرطة نزلونا على المخفر تحت انا وكتبوا علي تعهد انه اخلاء البيت ممنوع تقعد فيه لانه باي وقت بقع الغرف الثانية. المشكلة انا روحت من الشغل فيش 5 دقائق ما شفت السقف وانه فقع بوم عمل شايف. عاد ايش انه محمد بقول لي الحقنا محمود كلياتهم اجوا علي. عربت بس اجوا علي على الدار قعدت هون انا وياهم بدي اضرب على الدفاع المدني وانهم فيش 5 دقائق وانهم صاروا جايين ما شاء الله. يعني الشباب ما قصروش. يعني شو بتعمل انت طبيعة عملك؟ انا والله بالكسارة. واخوك محمد؟ اخوي قاعد يعني عاطل عن العمل لا بيشتغل ولا بيعتل. الإصابات كانت قوية يعني؟ والله يعني إشي انفتح راسه من هون، إشي وقع على جريه، إشي على ظهره. كانوا قاعدين هون هم كلهم، يعني نسيب وبنتي وجوزي وأختي وابنها ما قعدوا ولا هي السقفية واقع عليهم. رحنا على المستشفى، كنا يعني سيارة إسعاف ودوم على المستشفى، بس رجعنا هون على الدار ردت وقعد الثاني سقفية. كمان يومين رد وقع الحمام. سقفية الحمام. ثالث يوم وقع المطبخ. فجأة وإحنا قاعدين نعمل أكل وش طلعنا ما شفت لنا كل السقفية كلها توقف على رجعها. بدي يعني ما إجاكوا أي مساعدة؟ ما إجاكوا أي مثلا مسؤول يطلع على الوضع؟ لا ولا شيء. لا ما حدا ولا جهة أمنية يعني تواصلت معكم؟ لا ولا حدا جاء سوى الدفاع المدني فقط. بس الدفاع المدني.